أهلا بكم أعزائي بفيديو جديد، معكم نورس علي، وهذا الفيديو حول ذم. أعتقد اليوم سأعطيكم فقط يعني معلومة بسيطة جدا وسهلة جدا ومفيدة جدا، وربما أنا قلتها من وقت سابق، لكن هذا الفيديو مخصص لها. والمعلومة هي كالتالي: هو أنك عندما تقوم بفتح أي ملف بالذم، مثلا أنت تعمل مثلا على أي ملف، مثلا هذا الملف، جيد، فإذا لدينا هذا الملف وأنت تعمل عليه، وأردت مثلا أنك في المسار الذي أنت موجود فيه حاليا تريد أن تنشئ مجلد جديد، فالطريقة سهلة جدا، يمكنك القيام بذلك من داخل فيم. والطريقة هي أن تقوم بكتابة كولون أو نقطتين رئيسيتين، لاحظوا في الأسفل، لاحظوا هنا، جيد، ثم تقوم بكتابة إشارة تعجب هكذا، ثم تكتبون الأمر. طبعا أنا كلنا أغلبنا الذي يستخدم فيم على التيرمينال هنالك لغة باش، فبالتالي مثلا إذا أردت أن أكتب أقوم بإنشاء دايركتوري جديد سيكون الأمر make directory، فسأكتب الأمر هكذا ثم أقوم بكتابة اسمه مثلا folder from them وانتر، فالآن سيعطيك إشارة أن تم تنفيذ الأمر ويمكنك الآن أن تستمر، وهذا الفولدر موجود للتو. فإذا قمت أنا بالنظر هكذا سأجد أن فعلا تم إنشاء الفولدر، ها هو. ليس هذا فقط، يمكنك مثلا أن تنشئ ملف جديد وأن تقوم بتنفيذ أي أمر باش من فيم نفسه. فالطريقة هي كالتالي مرة أخرى: كولون إشارة تعجب وثم تكتب اسم الأمر، مثلا أنا أريد إنشاء ملف باستخدام أمر تاتش، وهذا الملف بداخل فولدر from them. لاحظوا إذا قمت بالنقر على تاب سيقوم بالإكمال التلقائي، ومثلا سأكتب new file.txt وتم إنشاؤه. والآن إذا نظرت هكذا، إذا فتحت شجرة الملفات من هنا، فلاحظوا أين هو هذا المجلد. طبعا الآن أنا في API، وبالتالي سأرتفع مسار للأعلى، فإذا لاحظوا هذا هو folder from vim، وإذا قمت بالنقر على Enter هذا هو الملف. إذا قمت بالنقر على T لفتح تبويب جديد، فإذا ها هو، جيد، يمكن أن أكتب hello from vim. ومرة أخرى إذا قمت بعرض ملفات folder from vim بهذا الشكل سأجده، وإذا قمت بعرض محتوياته باستخدام أمر cat فإذا ها هو، جيد. فإذا هذا مفيد جدا في حالة أنك تريد إنشاء دايركتوري، أنت تعمل وتريد إنشاء دايركتوري جديد، جيد، فماذا تفعل؟ تقوم بإشارة تعجب make directory واسم الفولدر. أيضا ينفع إذا أردت أن تنشئ ملف مثلا فايل جديد، يمكن أن تستخدمه باستخدام أمر touch. أيضا يمكن هذا ينفع في حالة أنك مثلا تريد نسخ ملف، ومثلا تريد نسخ مثلا ملف folder from vim new file وتريد نسخه، فإذا copy here مثلا .txt، جيد، فإذا حتى لو عدت إلى هنا سأجد هذا الملف موجود، إذا أين هو؟ copy here، ها هو، قمت بنسخه من vim. يمكن أيضا أن أعيد تسمية ملف، فمثلا أريد إعادة تسمية ملف باستخدام أمر move الذي هو copy from here، أريد إعادة تسميته ل copy from here backup هكذا. ومرة أخرى إذا عدت إلى هنا سأجد اسمه تغير، جيد. فإذا هذا مفيد جدا، يسرع كثيرا من عملك. أتمنى أنك استفدت من هذا الفيديو، ونلتقي لاحقا، مع السلامة.